يا مرحبا، عدنا اليكم بالفقرة المفضلة اليكم، ضحكني وخذ 100 دينار، السلسلة اللي كلنا بنضحك مع بعض بس انا اللي بطفر فيها. حكيتلكم على الانستغرام تبعثوا لي فيديوهات انتم شايفينها بتضحك، تكتب لي نكتة، تعمل لي اي شيء تضحكني فيه، واذا استطعت انك تضحكني مبروك عليك ال 100 دينار في لحظتها. اذا قدرت تضحكني، لانه صراحة المستوى اللي انا شفته في هاي السلسلة زمان لما كنا نعملها ضعيف ورب الكعبة، ضعيف جدا. اتمنى انه الليفل يتحسن لانه كلنا حابين نضحك، انا حابب انك تضحكني. زي ما انت شايف عزيزي المتابع، هاي كل مسجاتكم اللي انتو شايفين انهم بضحكوا، هنفوت عليهم واحد واحد. هاي ريفرش سريع عشان ايش ما تقولوا انه انا بس بختار. لا هاي هيا بنا هيثم، تعال تشوف هيثم ايش اللي بيشوفه بضحك. اللهم والله الله بالامر. ليه حياته صعبة هالقد؟ طلع زلمة بتحسه في ويندوز اكس بي عم بسوق هناك دراجة. يعني انه اختلاف ثقافات، انه برا بيخافوا من الكلاب ونحنا بنخوف الكلاب، ما حسيتها هل واحد من عشرة صراحة بكل امانة. Oh, this chicken is amazing. But wait, this is chicken, yeah? This is chicken? شوف اذا ضحكت عليه بكون انا بحث على العنصرية وانا ضد العنصرية. بضحك بضحك كثير، ضحكت ما ضحكت، ابتسمت. عمار العمري. Allah Akbar. Inshallah. Bismillah. Oh yeah. يعني انا مبسوط، كمية الحسنات اللي عم باخذها هو بلفلف في الهواء منيح. لياقة لياقة يا سبيد لياقة. بضحك عن جد بس يكون عمره 45 سنة وبعدك ما تزوجت وفجأة تلاقي العروس هو برقيها ولا برقص معها، ما فهمت. شباب الضحك على الكومنتات ما له دخل، كل شخص جواه وحش، الوحش اللي جواي. يا اخوان عن جد في ناس تضحك على القصص، لا تحسسوني اني نفسيه، حضرته 100 مره، كيف حضرتي ولا حضرته 100 كيف؟ ما بضحك. ما شاء الله ما شاء الله، شوف ماخذين الاطفال رحله مع المدرسه، جايبينهم معرض رسومات وما ادري ايش، مو بزي قسما بالله. وانا في الباص اسال المدرس اقول له وين بتودينا، يقول لي مغسله الاموات عشان تتعب، حرام عليك قدمت ام طفولتي، عمري أربعة توديني مغسلة الأموات، ليش يا أخي وش سويت لك أنا؟ لا يبغوني أصير متفوق، ماني بمتفوق. وجهة نظر صراحة. الكاشير إذا عرف إني رايح أجيب حاجة من الثلاجة. حلو. ليه في ناس بتعلق تعليقات سلبية؟ ليه؟ ما ضحكك يا عمي، ما استلطفته، روح خلص، ليه تكتب تفاهة؟ ليه تكتب طيب؟ الفيديوهات تبعوني بتضحكني وأكيد ضحكك إلك. هاي ملتعبة، بس أقول لك أنا كتبت الفيديو وصورته ومنتجته وحضرته 20 مرة قبل ما أنزله فما راح يأثر فيه. منذ الصباح ما الحل؟ 10 أسباب للوفاة المبكرة، أولهما الصداع. الصداع الصباحي. يعطيني العافية. دقيقة وقف. أنت وقف أنت. عملت لايك للفيديو؟ آخر فترة عم بلاحظ إذا ما بقول لك تعمل لايك انت بتنساني، انت بتنسى تماما، بتطير عن بالك. يلا يا حبيبي انزل اعمل لايك عشان نكمل. لا لا تنح، انت حر، انا هيني قاعد، اول ما تعمل لايك هتلاقي السماعه ركبت على راسي. احلف. اوكي اذا ما ضحكت انت نفسيه. اوكي ما اظن انا النفسية الوحيدة، يا كلنا نفسيات يا في اشي غلط. ما راح افوز بس يلا. لو بعت فيديو مش كان احسن لك مما تكتب هيك؟ خذ لك ضحك. انا كنت عارف ان قلبك حنين وتحطني في المية تاني، ربنا يخليك ليا. اح ايه ده سخ، الزيت سخ يا ابن المجنونة، وانت بتقليني يا لهوي تاني، مش هتاكلني والله ما هتاكلني. ولا زيزو شايف اللي واقف فوق الهبل ده؟ تجميع ده نمر ده ولا ايه؟ نمر ايه ده؟ هو بكبير قطه تناونه. تعال غني له بقول لكم سيبكم الهبل ده، يلا اتدحرج واجري يا رمان، وتعالى على حجري يا رمان، انا حجري حنين يا رمان، ياد بس يا ياد بس يا ده، والله العظيم هعضك في زور ام يا ياد، مش قادر يخرب. معرفش ايه اللي في ظهري ده، بس حاسس انا كده زي ما يكون في اتب في ظهري. ده ايه ده؟ اجري يا ماما اجري. من ايه يا واد اتلم يا واد؟ هو ايه ده اصلا؟ ده وريني كده ايه ده؟
بتخافوا من الصراصير زينا القرود؟ ايه الفرق بين التمر والتمر الهندي؟ الفرق بين التمر والتمر الهندي، التمر بالانجلش اسمه ديتس، التمر الهندي بالانجلش اسمه ديتو دو 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 دا. الفرق بين التمر والتمر الهندي التمر صراحة عم بحس اني نفسية ما في شيء واحد. مرة بنطلون راح على المستشفى طلع معه جيوب، هاد في مسبة. حبك دايما بعد الاهلي مين؟ بعد الاهلي ربنا سبحانه وتعالى. لا فقط كفر وما بضحك. ناو what did he say؟ إبليس عليه السلام عليه اللعنة وفي نفس الوقت إبليس عليه السلام عليه اللعنة. والله ما في إشي بضحك الفترة، طول بالك إذا من الحياة حلوة لسه. أقوى موقف محرج تعرض. And I was in a restaurant and I needed to use the facilities in this restaurant. I needed to drop the kids off at the pool. So I did that. I went to flush, didn't work. Flushed again 6-7 times. I tried to get it down, James. Oh. Would not go. So I need to do the right thing. I'm not just going to do a hit and run and leave it here. I'll go out and tell someone that there's a problem with their facilities. So I went out into the restaurant. I found the waiter. Unfortunately, he didn't speak a word of English. I didn't speak any Spanish. So I ended up having, a kind of gesture to this man. I was like, yes, could you just come here? No, leave them alone. Yes, just follow me. I ushered him into the toilet, right? I pointed at my poo. I went to flush. It went down straight away. أضع عينه كثير ممتاز. هاي أول ضحكة لليوم. الفيديو حلو والفيديو عن جد بضحك. نعمل ريفريش عشان تنزل لنا أشياء جديدة. خلدون نظري. أنا نفسي أضحك تفهمنيش غلط، بس التنمر هذا أنا ما بحبه. طلع هل إز هوت، لأنه حنروح جهنم لأي حدا ضحك، حنروح جهنم. أنا عارف في جزء منكم ضحك، إتس أوكي، أنت مجانا تضحك، أنا محسوب علي. If you don't laugh at first you will laugh at the second. قال لي إذا ما ضحكت على هذا الفيديو حتضحك على هذا. أوكي أوكي. نحضر الثاني. يعطيك العافية. كل إشي بنباع بالحياة هاي إلا إشي واحد، شو هو؟ روح ما بتنباع. كل إشي بالبلد بنباع إلا إشي واحد، الروح. يعني قصدي عزة النفس، الحياة، الحياة، الوطن. بس أكون مطلوب علي تنفيذ حكم. بس تفتك هيك طريقة شو الطاقة. الكومنت اللي ضحكني شباب، الكومنت احنا اتفقنا في الفيديو انه الكومنت عادي. This is my Sprite, open. What do you want me to do? Big down, open. Big down. Yeah, let me tell what is this. That's nasty. It's pee. What? ليه ليه ليه؟ أتحداك ما تضحك. إذا ضحكت بدي أعطيك 200 دينار. يلا كم فيديو بعد؟ أنت اثنين. 200 دينار بدي أعطيك، هاي الأول. هذا الفيديو الأول. اللي نايم إيش ذنبه؟ إذا مفكر حالك أحسن مني رح يجي يوم وتقول علمني كنترول. لا تفكر مني. يا أصفاري يا حبيبي. مش عارف لما حكيت لك 200 دينار، أنا متأكد أبو جهل لما كان يسوي دريفت. حيت قريشي ترفت العيون امون. هذا الفيديو وان شاء الله تضحك لانه انا بحاجة المصاري. تحياتي لك يا كبير، ركز بالمقطعين. لا 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 برم بم 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 ضايقني الفيديو، ما يعني ما اضحكني، ضايقني. انا هيك كان بدي اكون. لا 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 هيك ما بدي اكون يا ليتش يا شباب. ضحكوني ضحكوني. طلع هاي الصورة، طلع هاي الصورة يا جماعة الخير. هذا لما كنا في الكويت كان في تجمع، في نص الميمعة في حدا مسك وجهي. أنا ما تبعت مين اللي مسك وجهي، طلعت حكيت على الستوري الزلمة اللي مسك وجهي لأني لقيت الصورة. يطلع يبرر لي ليه مسك وجهي، نزل ستوري وهو حاطط نتفليكس وعلامة ألوان. ليه؟ الضحكة اللي ما تجيك إلا مرة بالسنة، النية إنه يفتح الباب.
اكثر مقطع ضحكني سرعه انتشار الخبر عند الحريم. ابشر جماعة بنت الحلال موجوده ومن تطلع دي اسمها ريم بنيه حليوه وكتكوته ومتاكد انها بتعجبك وافكر ان عقب يومين اخليش تلتقين فيها. اخيرا فرحتني يا يمه هاي الساعه المباركه. بس باللي سلمك يمه ما بي اي حد يدري بالموضوع نبي نخلص امورنا سكاتي عشان الموضوع يصير في بركه. وقد تبين ان اسمها ريم ويقال عنها انها كتكوته وحليوه وربما يلتقيان بعد يومين. يمه كنت بفرح خالتك يمه. وسام وابو ريال بس يلعب كره. حقيقة خذ هسه بس 10 ثواني من وقتك وانزل تحت واكتب لي عن جد الفيديوهات بضحكوا ولا ما بضحكوا. انا بالنسبة لي شفت اثنين بضحكوا ضحكت على واحد اثنين ما ضحكت عليه عشان ما اشجع على التنمر والقصص هاي. بس اكتب لي تحت في الكومنتات اذا بضحكوا ولا لا عشان ما احس حالي مالي الاشي ارجوك. السلام عليكم مساكرب اخي ويلاونك عساك طيب. تعال يا حبيب وش لونكم كاكلفاكم يا حبيبي اكو بروح واضح تمثيل يا جدعان مش عارف اكتم الضحك بموت. هات يا مصطفى يا النبي أصدقاء السخافة نعمة لا تستغني عنها. شباب أنا مستاء من حلقة ضحكني وخذ 100 دينار. فيديو واحد اللي ضحكني واحد وعم ناخد فيديوهات كثير أكثر من زمان. هسا مفتوحة فيديوهات unlimited ورا بعض. إذا حاسس أنه أنت بتقدر تقدم فيديوهات أحسن من هيك بإمكانك تفوت عندي على الانستغرام وتضلك متبع معاي لأنه بنحكي على الانستغرام أنه ابعثوا لنا فيديوهات بتضحك بدنا نعمل فيديو ضحكني وخذ 100 دينار. أتمنى أنك انبسطت معنا وأتمنى أنك تكون عم تضحك لأنه أنت ما بتدفع شيء أنت بس بتضحك صاحبي. أنا اللي بدفع عني وعنك أنه إحنا الاثنين ضحكنا. أتمنى لك نهاية أسبوع جميلة جدا وأراك الأسبوع القادم. طمني عنك مشان اشتركت. اسمع ما مش ماسك السلاح وبقول لك اشترك. لا انا يعني نسيت ايدي هيك. اشتركت عملت لايك امورك تمام. يلا طمني عنك.